السلام عليكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بيغمر عليه الصلاة والسلام قد غيكر دو اليمن كوا نويجي سنتي مطلق بكين لدواي نويجي بياني حتى وكروج هلدي وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولدواي نويجي عصر حتى وكروج آوى أبين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمر عليه الصلاة والسلام قد غيك دول اليمن عن الوصال لوصال وصال واتاي اويا هم روجك بروجوبي وشو ندي قالوا ببيغمبر ان فرمو انك تواصل اي بيغمبر بلان خط وصال انجام ادي بيغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام اني لست مثلكم من وكو اي ونيم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا بيغمبر عليه الصلاة والسلام قد غيك فروشتني زير ببارا بقرز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها بغمر عليه الصلاة والسلام قد غيك دو اليمن كوا آفرتك أيو شبك ببياوك أم بياوا هاو سرك تريها أم آفرتا بو مرز شبك بو بياوا كآفرت يكمي خزان يكمي طلاق بدا بغمر عليه الصلاة والسلام أم كاري قد غك دو. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها بغمبر قد غيك دو عليه الصلاة والسلام كوا آفرتك بهن ريت السر خشكي دايكي ياخد خشكي باوكي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغمبر عليه الصلاة والسلام قد غيك دو عن المتعة لمتعة لوي هاوسر جيريبكي بماويكي محددو دياري كراو عام خيبر لصالي خيبر دا ولحوم حمر الإنسية وقد غي كردوا وحرامي شي كردوا خوادني قوشتي قدرجة مالية كان ياخد قدرجة نو مالان. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر عليه الصلاة والسلام قد غي كردوا أن يجصص القبر كوا قور قتكاري بكري ياخذ باتشيمنتو ياخذ باقركاري بكري واي يقعد عليه وقد غيك دو لسري دابني شري واي يبنى عليه وقد غيك دو كوا بناي لسر بنياد بنري والروايات ترها توفر ميا واي يكتب عليه وقد غيك دو كوا نوسيني لسر بكريت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين بيغمر عليه الصلاة والسلام دو رجوي لمن قد غيك دو يوم فطر يوم الفطر ويوم الأضحى روجي دجني قربان وروجي دجني رمضان لم دو روجا لم دو دجنا حرام بروجبون. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء بيغمر عليه الصلاة والسلام قد غيك دو غوري نوي زير بزير زيو بزيو إلا سواء بسواء إلا أبيك ساندن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو بيغمبر عليه الصلاة والسلام قد غيك دوا كوا قرآن ببرد ريتا أرض كافران منزلي كافران وببروايان نبادا زيان وإهاني بيبقين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر عليه الصلاة والسلام قد غيك دوا عن أكل كل ذي ناب من السباع بيغمبر عليه الصلاة والسلام قد غي كردوا حرامي كردوا خواردني قوشتي همو آجلك كخاولي كالبابن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم بيغمبر عليه الصلاة والسلام قد غي كردوا كوا آجلك دا بنريو ببكرت بنيشانو كومالك بيجبركي لقال عمكانو بيبيكن بزارن كاميان زياتر ياخد زوتر اي بيكيت. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه في غمر عليه الصلاة والسلام قد غيك دو كوا لروي روح لبركان بدريت تا اجل بي وتا بالدار بي وتا مروف بي بتايباتيش قد غيك دو كوا لدموتاوي خزانة كانتان بدن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
پیغمبر علیه الصلاه والسلام هر وک دوباره ما کردوا قدا غی کردوا کوا افرت ما ربکریت یا خود افرت یک به اندری بسر خشکی دایکی یا خود خشکی باوکی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نها عن الشغار پیغمبر علیه الصلاه والسلام قدا غی کردوا جن بجن نها نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاه والسلام قد غيكر دوا ريغريكر دوا لوي اي يضحك الرجل مما يخرج من الانفس بنمنا كابرا يك باك لي بر ابي توا في غبر عليه الصلاه والسلام قد غيكر دوا سوار دوركي بي بي بكل لو غلطي بي بكن نهى اي يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر في غبر عليه الصلاه والسلام قد غيكر دوا لناو مجلس دا كسك هل بستني بو اوي كسرك يتلجي او دابري شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر بغمبر عليه الصلاة والسلام قد غيك دو اليمان كوا نذر لسر خوبان واجب كي نذر بكي نهى أن يتنفس في الإناء قد غيك دو اليمان كوا هناسب خينني ودفركان ما نوى او قاباني واخواديني تي اخوي ياخد او قلاصاني او برداخاني واوي تي اخوي قد غيكر دو بيغامر عليه الصلاة والسلام كوا حنا سماني تيدا بكي وأي يمس ذكره بيميني وقد غيكر دو ريقري لي مان كردو آغا دار ماني كردو توكوا دس راستمان ندن با اندامي زاوزي ما وأي يستطيب بيمينه وأوشي لي مان قد غكر دو كوا خوما طاق بكينا وبدس راس طبعا بلكو فير ماني كدوا كوا بدس تشفا خوما طاق بكينا لكوتايا في غمر نها اي يبال في الماء الراكد ريجري لي مان كدوا لوي في ساي بكينا اويكي واستاوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.